بدأ العد التنازلي لانعقاد الحوار الوطني الشامل واللي هتشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية في مصر. أحد الأحزاب السياسية اللي هتشارك في هذا الحوار هو حزب حماة الوطن، اللي بيستعد في الوقت الحالي لتجهيز مقترحاته وأطروحاته ورؤيته نحو نجاح هذا الحوار بإذن الله. أهم هذه يعني الإطارات والأطروحات اللي هيتقدم بها الحزب، المقترحات والأفكار اللي جهزوها، كل ده هنعرفه النهارده ونتكلم عنه من يعني جزء كبير بالتفصيل مع اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن. نورنا النهارده في صباح الخير. صباح الخير عليك سيادة اللواء. صباح الخير يا فندم، أهلا بيكم، وتحياتي لحضراتكم ولأسرة البرنامج والقناة الأولى اللي الواحد بيعتز بيها فعلا، وفي متابعة دائمة يعني للقناة الأولى منذ زمن طويل يعني. خلي بنعتز بوجود حضرتك معانا يا فندم. عايزين نبتدي بالأطروحات والأفكار اللي مقترحة من قبل حزب حماة الوطن لتكون على طاولة الحوار أثناء الحوار الوطني. طيب خليني كده نختلف شوية عن استعراض بعض الزملاء للحوار الوطني. احنا كان لينا رؤية يمكن سابقة شوية، لو حضراتكم تفتكروا السيد الرئيس منذ عام تقريبا كان بينادي بإعلاء قيمة الوعي والولاء والانتماء لدى المواطن المصري. صحيح. الكلام ده جه بسبب ان الدولة خلال الثماني سنوات السابقة إنجازات غير مسبوقة، وبالفعل ما حدث في الدولة المصرية والتمهيد لإعلاء شأن الجمهورية الجديدة كان لدى بعض المواطنين حالة من، مش هقول حالة من عدم الرضا، لكن حالة من يعني نقولها بالعامية كده، ده واجب عليكم يعني، ده طبيعي. صحيح. حزب حماة الوطن اشتغل على الموضوع دوت منذ حوالي 6 أشهر. طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني رئيس الجمهورية كان بيطالب كافة الجهات المنوطة في الدولة إعلاء هذا الشأن والوصول به إلى المواطن المصري، سواء على مستوى القيادة السياسية والتنفيذية والتشريعية والسياسيين والأحزاب. احنا كحزب حماة الوطن اشتغلنا على الموضوع ده من خلال الاتجاه التشريعي في مجلس الشيوخ، ومن خلال لجنة الدفاع والأمن القومي اللي بمثلها في حزب في مجلس الشيوخ، قدمنا مناقشة عامة خاصة بقضية الوعي وإعلاء الولاء والانتماء لدى المواطن المصري. الموضوع دوت كان بمشاركة مع لجنة الدفاع والأمن القومي بعض اللجان التخصصية، هي لجنة الإعلام، لجنة التعليم، لجنة الشؤون الدينية، لجنة الثقافة، لجنة الشباب والرياضة والشباب. طبعا حضرتك أضرب الشباب طبعا يعني عشان مشاركة حضرتك في تنسيق الشباب. الغريب بقى لما ابتدينا نعقد اللجان الخاصة بموضوع الوعي وعلاء الولاء والانتماء، لأن أنا كنت أنا بدير هذا الموضوع في هذا التوقيت، لقيت كل لجان المجلس بتيجي تشارك حتى بدون دعوة. معنى ذلك أن الأمر جلل، حقيقية الأمر جلل فعلا، وفعلا في إحساس أن هذا الموضوع الدولة تحتاج إليه في هذا التوقيت الحالي. المهم تم استعراض المناقشة العامة على الجلسة العامة بالكامل، وتم دعوة بعض الوزراء وتم مناقشتهم، وكل النواب ال 300 نائب اللي موجودين في المجلس شاركوا بأفكارهم، وفعلا الوزراء اللي حضروا أخذوا على عاتقهم هذه التوجيهات وهذه الإطارات اللي قدمت لإعلاء قيمة الولاء والانتماء وإرساء الوعي لدى المواطن. فعلا خلال الست شهور السابقة حصل حالة من الوزارات إن فعلا ابتدى كل يعمل في اتجاهه لإعلاء هذه القيمة. أنا عايز أقول لحضرتك أنا ليه المقدمة دي؟ لأن سيادة الرئيس حس فعلا أن المواطن وصل له قيمة ما يحدث في الدولة المصرية. طيب إيه المطلوب بعد كده؟ في أثناء إفطار العيلة لما كنا موجودين مع سيادة الرئيس في شهر رمضان 25 أبريل، سيادة الرئيس يعني أطلق موضوع الحوار الوطني علشان
لابد من مشاركة كافة أطياف الشعب المصري بفئاته المختلفة، سواء السياسيين أو المنظمات المجتمع المدني أو أي جهات في الدولة، سواء طبعا معارضين أو ضد مع أو مع الدولة. يمكن دي ردة الفعل اللي احنا استقبلناها بمجرد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية تحديدا، شفنا يعني استقبال بصدر رحب من كافة الاتجاهات، سواء كانت معارضة سواء كانت أحزاب، يعني الأحزاب دي تحديدا ممثلة بكل التيارات السياسية اللي موجودة في مصر وأيضا كل فئات الشعب والمجتمع المصري. لكن سؤالي هنا بقى لحضرتك، كحزب حماة الوطن وهو حزب يعني له أفرع عديدة في كافة المحافظات، يعني إيه اللي أنتوا عاوزينه من الحوار الوطني؟ طيب. خلينا نتكلم بقى كسياسيين تحديدا ونتحدث على فئة السياسيين، لأن البعض مثلا أنا في مجال الإعلام هقول لحضرتك أنا والله أنا عاوز في الإعلام يكون في واحد اثنين ثلاثة حرية رأي أكتر، واحد وغيره فنان تشكيلي أو فنانين ومثقفين هيطلب. كسياسيين ماذا تريدون أن يسفر عنه الحوار الوطني؟ طيب مبدئيا الحوار الوطني، احنا طبعا تقدمنا للأكاديمية الوطنية للدكتورة رشا وإدناهم رؤية الحزب، وهي هذا الكتيب في كافة ما تحتاجه الدولة المصرية خلال الفترة القادمة من كافة الأطر المحددة اللي احنا حددناها، سواء في الإطار السياسي أو الاجتماعي والمجتمعي والاقتصادي والخاص بالحريات. اشتغلنا على هذا الموضوع منذ يوم 25 إبريل لما سيادة الرئيس أمر بموضوع إطلاق الحوار الوطني. طيب اشتغلنا إزاي على هذا الموضوع؟ يعني إحنا مش مجهزين حاجة وبنطلعها، لا، أهم حاجة عشان إحنا كأحزاب سياسية، طبعا حضرتك عندك الخبرة، علشان نشتغل ونطلع بإطار يقدم إلى الدولة المصرية وتبقى هي دي وجهة النظر اللي احنا شايفينها انها هتفيد وتؤدي إلى إعلاء حاجة اسمها الجمهورية الجديدة اللي كلنا بننشدها، تبقى ورقة عمل يشترك فيها الجميع. بالظبط. عشان نعمل كده عملنا ايه؟ حضرتك عارف ان في الأحزاب، يمكن أوضح للسادة المشاهدين اللي هم يعملهمش اختلاط بالأحزاب، في حاجة اسمها الأمانات النوعية عندنا. الأمانات النوعية دي بتمثل الوزارات. يعني عندنا مثلا امين للتضامن الاجتماعي يمثل وزاره التضامن، امين للصحه وزاره الصحه، امين تعليم، وهكذا. فقعدنا مع هذه الامانات بتشكيلتها وشفنا ايه اللي تحتاجه الدوله المصريه في كل مجال من المجالات. عظيم جدا. وجمعنا هذا، ده اطار اول. الاطار الثاني قعدنا مع نوابنا في المجلسين في الغرفتين، شيوخ ونواب، وجمعنا نفس الاسلوب، كل واحد في اتجاهه، ايه اللي انتوا عايزينه لإعلاء حاجة اسمها الجمهورية الجديدة والوصول إلى إطار عام يقدم إلى الدولة المصرية. آخر حاجة عندنا حاجة اسمها الأمانات الفرعية. الأمانات الفرعية دي اللي هي في المحافظات. يعني كل محافظة بتجيب إيه الفكر وإيه اللي أنتوا عايزينه بالظبط يناقش وينفذ ويؤخذ به في الحوار الوطني. جمعت أنا كأمين عام للحزب هذا، وده بنوع برضو، يعني حضرتك صحح لي لو انا غلط، بتواصل مع الناس، لانه مهم جدا ان الحوار ده طبعاً يعكس التحديات والهموم اللي المواطن العادي بيحس بيها، المراه ذوي الاحتياجات الخاصه. بالظبط. اشتغلنا حضرتك بدات بالمراه طبعا يعني المراه بقى، يعني انا عايز اقول مبدانا في الحزب منذ اعاده هيكله الحزب خلال العام السابق اتجاهين بنشتغل عليهم كويس جدا، وهم أولى اتجاهين، بعد كده بقى المرأة طبعا، وتمكين المرأة وتمكين الشباب، دول العمودين الأساسيين اللي بنشتغل عليهم كحزب، وده الحمد لله اللي منجح الحزب وفي تقدم وازدهار في الحياة السياسية بالنسبة للحزب. احنا ما جمعنا الكلام ده كله، جمعناه في كتيب، وهذا الكتيب اللي فيه الإطار والمناقشة لكافة الاتجاهات والحلول وتقديم مشاريع كمان، يعني في مشاريع غير مسبوقة وهقول منهم واحد حصري مش واحد، احنا عاوزين اكتر حاجة حصرية لينا. ما هو حاجة حصري للقناة الأولى، بس طبعا مش هقول تفاصيل علشان ما نحرقش الحوار الوطني. أكيد. طبعا من ضمن الحاجة اللي احنا مقدمينها بمناسبة طبعا يعني قمة المناخ القادمة اللي مصر تستضيفها رقم 27،
في حاجة طبعا احنا عارفين اسمها الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الاخضر ده يمكن الناس برضو ايه مش يعني ايه الاقتصاد الاخضر يعني يمكن الفلوس ده هتبقى خضراء ولا الشكل ايه الاخضر بالظبط يعني. الاقتصاد الاخضر ده مرتبط بقمه المناخ ارتباط كبير جدا، وده هيعلي من قيمه الدوله المصريه لو نفذ هذا المشروع ان شاء الله وينفذ. بكل بساطه المشروع لما هيتم على ارض مصر هو عباره عن يعني تكنيك معين. انا عارف ان حضرتك مش عاوز تحرق. هذا التكنيك هيولد طاقه نظيفه، هيولد وقود حيوي، هينتج سماد، وكل ده من ميه البحر. بس طبعا هو القيمه التكلفه بتاعته عاليه شويه، لكن الدخل والانكم اللي هيجي منه اعلى بكثير. واحنا المشروع الحمد لله يعني حصري برضو المشروع عندنا، وجاهزين بتمويله كمان، يعني مفيش تكلفه للدوله المصريه. حاجه تكامليه، حاجه متكامله، متكامل جدا، وده حصري للقناه الاولى لحد بقى ما نستعرضه ان شاء الله. سياده الولي يعني نكفي بهذا القدر او نكتفي بهذا القدر، لان انا عارف ان حضرتك مش عاوز يعني تفرط او تسهم في الحديث بشكل اكتر، ويعني حد تاني يقدمه باسمه يعني، وعلشان طبعا تثري الحوار الوطني. متخصصين طبعا هيجوا يقدموا المشروع، احنا بس بندي بريف كده علشان يعني يبقى في السبق ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم على الحوار الوطني اكتر. شايف ازاي فكرة دعوة القوى السياسية والأحزاب بكل ألوانها المختلفة للجلوس على طاولة نقاش واحدة النهاردة؟ هل احنا كدولة مصرية في احتياج شديد لهذا اليوم؟ بالضبط. خليني ناخد من مقولة السيد الرئيس أول امبارح لما كان في مدينة السادات، وقال احنا يعني ما سئل هذا السؤال الحوار الوطني وما سيفسر عنه، سيادته قال احنا وارد نختلف، ووارد ان كل واحد يبقى ليه راي اخر، ووارد ان كل مننا بيبقى شايف اتجاه الدوله السليم في هذا الاتجاه، كل واحد ليه اتجاه او فكر صحيح معين، وعمرنا ما هنجتمع على فكر وراي واحد. لكن اهم حاجه كلنا يبقى عندنا قناعه واحده. ايه هي القناعه؟ اعلاء مصلحه الوطن. يعني ده اللي هنجتمع عليه. فانا عايز اوضح لحضرتك لما الأكاديمية الوطنية اختارت مجموعة العمل اللي هتدير الحوار الوطني، هل فيهم حد ليه انتماء سياسي أو انتماء فكري أو ما فيش كلام من ده؟ طبعا لا نختلف على الأستاذ ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعمارات، راجل فير جدا، شخصية متزنة، الأمين العام مستشار محمود، يعني كل المجموعة اللي موجودة اللي هتدير هذا الحوار دون تدخل ودون إقصاء ودون فرض راي ودون حاله من الشفافيه تأثير. بشكل عام شفافيه متكامله. طيب الحوار ده هيدار ازاي؟ وحياديه تامه. الحوار هيدار ازاي؟ هل الحوار هيدار في اماكن مغلقه ومقفوله ونطلع لا مفيش كلام من ده. الحوار هيدار مفتوح، الميديا هتشتغل، كل حاجه هتتعرض، المواطن هيبقى متابع كل حاجه، وهيبقى في توافق، وفي الاخر هتبقى في نتائج. يعني مفيش حاجه هتتم يعني باسلوب صحيح يوصل المواطن، سواء إن كان معارض أو إذا كان حزب من الأحزاب المتضامنة. مفيش كلام من ده خالص، وسيادة الرئيس بيوصي بهذا، وكل من سيشارك لازم ياخد يبقى سبيكر وياخد وقته ويستعرض فكره، لأن وارد جدا حد من جهة معارضة يكون عنده فكرة زي الأفكار اللي بقولها كده. مش شرط اللي جايب لي الفكرة دي يكون حد مؤيد، ممكن يكون معارض بس، وده المهم يا سيادة اللواء. هي مسألة انه يكون في فرصة للجميع لخدمة الوطن، وده المهم، وده المرجو من الحوار الوطني. فمسألة انه يكون في إعادة ترتيب داخل البيت المصري مسألة غاية في الأهمية، الدعوة للحوار الوطني في هذا التوقيت مسألة غاية في الأهمية. فيعني اعتقد ان احنا في صدد قضايا كتير هامة هتناقش داخل الحوار الوطني. بنشكر حضرتك سيادة اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والأمين العام لحزب حماة الوطن، شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكركم فندم. شكرا سيادة اللواء طارق، يعني نتكامل سويا، ويعني في النهاية يبقى دائما وأبدا رفعة راية الوطن هي الغاية، وهي الأساس والعنوان لهذا الحوار الوطني، ودائما وأبدا الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.